اهلا يا حربي، عنتر بيه مستنيك جوه. ازيك يا عنتر بيه؟ اهلا يا حربي، تشرب جوفة؟ لا شكرا. شاي؟ قهوة؟ مش جاي اشرب حاجة يا باشا، انا جاي اسمع واتكلم. صح، اقعد اقعد. فين؟ جهز العربية واستنانا برا. امرك يا باشا. واحد رايحين في حتة ولا ايه؟ هنروح للي يسمع ويريحك على الاخر. لو النبي وحياة ابوك بلاش يريحك دي، لحسن يعني في لغة افلام السيبة لا مؤاخذة دي حاجة مش حلوة. سيبة ايه يا راجل انت؟ صدقني يا حربي اللي حصل ده انا ماليش ذنب فيه. الكلام ده برضه يا باشا مش غريب عليا وسمعته قبل كده. ولولا ستر ربنا يعني كان زمانك لا مؤاخذة بتترحم عليا. طب صدقني انه بادي. صدقني انه بادي يا حربي هتشوف. ماشي يا عنتر بيه. هصدقك. يلا بينا. ايه ده؟ ده دنيا ودعاء جم. ايه اللي جابهم هنا؟ ازيك يا زين، انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. طب وحربي حصل له حاجه؟ حربي بخير؟ حربي بخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ لا احنا بس كنا يعني قلقنا عليكم فقلنا نيجي نطمن وبالمره ابص على ابويا يعني. بقول لك ايه يا زين؟ هي بجد العربيه اتحرقت؟ انت عرفت منين؟ اديني عرفته وخلاص. طيب هو حربي فين دلوقت؟ حربي راح مشوار وزمانه جاي. طيب احنا هنروح نطمن على عم نوفل نرجع لكم على طول. يلا يا دعاء. يلا بعد اذنك يا زين. تفضل يا واد، تفضل. كل حاجه. اهلا يا عنتر بيه، تفضل. يزيد فضلك يا عم بيه. اهلا يا اخي حربي. انا سعيد جدا ان انا بقابلك للمره الثانيه، وده مكتبك. مكتبك في اي وقت. شرفت وانست يا حربي. جرايه يا باشا، ده كده الحكايه تقلق لا مؤاخذه. ده على راي المثل كتر السلام يقل المعرفه. ظريف يا اخ حربي، ظريف. معلش يا عدل بيه، الظاهر ان حربي واخد على خاطره منين. معلش ليه كده يا اخ حربي؟ يعني سعادتك مش عارف؟ احب اعرف منك. بص يا باشا، انا في حاجتين اكرههم معانا، الغدر والخيانه. دي عندك حق، مين يرضى بالغدر والخيانه؟ من حقك تزعل وتتضايق، بس احب اعرفك يا اخ حربي ان المسؤول عن اللي حصل ده قد عقابه، وعقابه كان قاسي قوي. واسأل عنتر بيه. احب اعرفك كمان يا اخ حربي ان من هنا ورايح التعاملات بتاعتنا هتتسم بالصدق والشفافيه. مفيش مجال لا للخيانه ولا الغدر، بس يا ريت المعامله تبقى بالمثل. والله يا باشا انا لو كان من طبع الغدر والخيانه ما كنتش هسكت، كنت هقول للبوليس على كل حاجة ولما أغزى وديكوا في 60 داهية. ده جميل، احنا عمرنا ما ننساهولك، عشان كده احنا محضرين لك مكافأة، ومكافأة كبيرة أوي. أنا مش عايز مكافآت. أمال عاوز إيه؟ عايز نصيبي من العملية اللي فاتت، وعايز الأمان. نصيبك هتاخدوه بكرة ولا بعده؟ إيه حكاية الأمان دي بقى؟ والله يا باشا احنا المرة اللي فاتت قعدنا واتكلمنا واتفقنا وزبطنا، وساعة التنفيذ حصلت خيانة. أنا قلت لك إن اللي بيغدر بياخد جزائه. أنا بقى الكلام ده كله ما يلزمنيش بملي معمر. إيه بقى اللي يلزمك بقى؟ والله يا باشا إن يعني كلام المرة الجاية يكون مع الباشا الكبير. لأن أي كلام سعادتك هتقوله لا مؤاخذة يعني مش هصدقه. صار يا اخ حرب، انت ابن حلال مصفي، اكيد امك دعيالك، لان الباشا بذات نفسه طلب مني نفس الطلب اللي انت طلبته دلوقتي، عايز يقابلك ويتعرف عليك. بجد يا عدل بيه؟ بجد؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا عنتر. اسمع يا حربي، انت هتجيني هنا المكتب الساعة 5 بكرة، تيجي ومعاك صاحبك ده اللي اسمه زين، هاخدكم؟
ونروح سوا نقابل الباشا ونفتح بقى صفحة جديدة. مرضي يا عم حربي. ماشي عدل بيه، بس يا ريت بقى تبلغ الباشا الكبير ان انا خلاص جبت اخري، واي حركة غدر او خيانة تاني انا مش هسكت لحد ومش هعمل حساب لحد. واظن انتوا شفتوا بنفسكم نسلم البضاعة لنا ولا زين، ناس تانية خالص، ناس محدش يعرفها. والناس دي بقى باشا مش هتسكت لو انا او زين حصل لي حاجة، هيتكلموا ويقولوا ويفضحوكم، ولا مؤاخذة يعني هتروحوا في 60 داهية. مفهوم يا باشا؟ مفهوم. غنت عليك يا دعاء تروحي وتجيبي المدة دي كلها وما تسأليش عني. معلش يابا غصب عني، وبعدين ما انا جيت لك اهو علشان اطمن عليك. تطمني على ابوكي بس؟ تخسى عليكي يا دودو. طب ومرات ابوكي؟ وعليكي طبعا يا خالتي، ما شاء الله رحت وجيت وودنك زي ما هي بتسمع دبة النملة. اه والله. بقولك يا دعاء، مش يلا بينا بقى عشان تلحق يعني شغلك في المستشفى. اه فعلا عندك حق يا دنيا. خد يابا خليه دول معاك وزي ما اتفقنا. ربنا يخليكي لي يا بنتي، ربنا يخليكي لي. يلا اشوف وشك بخير بقى. وانت بالاهل. سلام بقى يا خالتي. بالاذن يا روحي. سلام يا عم. مع الف سلامه يا دودو. سلام يا دودو. يا نوفل يا حلولي حلوين اهم شعر من جلد كبش. ايه راح فين دعاء؟ دعاء انت هتمشي على طول ولا ايه؟ يا زين ما انا خلاص طمنت عليك وطمنت كمان على ابويا، ارجع انا بقى اشوف حي. بقول لك يا زين، هو حربي مرجحش لغايه دلوقتي؟ لسه. طب والنبي لما يجي بقول له يتصل بيا او يفوت عليا يعني. يلا بينا دعاء. شوف وشك على خير يا زين. ما تقلقش كده يا زين، دعاء مسيرة ترجع لحتة من تاني. اللي عرفك يا فالح. أصل الواحدة لما تلاقي واحد يحبها زيك كده وتسيبه تبقى عبيطة. ده إيه الكلام الكبير ده؟ هو بقى على قد يا زين. اللي أنت عمرك ما حبيت يا ده بركة؟ إيه؟ إزاي بقى؟ حبيت مين يعني؟ ده أنا حبيت كل الناس. ياد واحدة ست، عمرك ما حبيت واحدة ست. مش عارف. بس عارف ساعات وانا قاعد لوحدي كده اقعد ابص على اللي رايحه واللي جايه، واحلم ان انا ماشي مع واحده منهم ماسك ايديها او حاطط ايدي على كتفها ونتمشى مع بعض، نمشي على الكورنيش، نروح السيما. وفجاه الاقي الواد كيمو جه ينزل الشاي والاقي نفسي لوحدي وفقت من الحلم ده. طب وبتحلم ليه يعني؟ ما تشوف لك واحدة بجد تعمل معاها كده. لا لا أنا ما ينفعش يا زين. ما ينفعش ليه؟ اه لأني غلبان وعلى قد يا زين، وهم ما بيحبوش كده. سيبك من كلامهم ده اللي بيقولوه، احنا عايزين واحد حنين وطيب وابن حلال، كل ده كلام في الهوا. لكن ساعة الجد عايزين واحد حمش، واحد يديهم ألمان، وانت عارف أنا ماليش في الحاجات دي يا زين. يا ابن اللي ايه؟ وتقول لي فهمك على قدك؟ ده انا يا ريتني بفكر زيك كده. ما كانش ده بقى حالي ولا كان الهم ركبني كده. ايه يا جدعان؟ قاعدين تشربوا شاي وسابين المعلمه لوحدها في المستودع ولا ايه؟ ما تقلقش يا عم حربي، الشغل ماشي زي الفل، والرجاله قربت تخلص، والمعلمه روحت وبتقول لك خلص وقف المستودع، خد الايراد وحصلها على البيت. ماشي يا معلم بركه. شاي 50 يا كيمو. عينيا اتفضى. على فكره دعاء جت المنطقه النهارده والبت دنيا وسألت عليك بعد ما انت مشيت على طول.
تقول لك ابقى عدي عليها ولا اكلمها عشان عايزاك في موضوع ضروري. موضوع ايه ده؟ معلش. المهم قابلت البنت الصحفيه؟ قابلتها. كنت عايزاك في ايه؟ ابدا، او اي رغي وخلاص. كل الوقت ده واي رغي وخلاص؟ لا، ما انا بعد ما سبتها رحت قابلت عنتر. المهم قول لي، اخدت نصيبنا من العمليه؟ قالوا لي يوم ولا يومين. المهم بقى ان عدلي بيه ده عايز يقابلنا بكره انا وانت على الظهريه عشان نروح للباشا الكبير. يطلع مين الباشا الكبير ده؟ راخ ده الراجل اللي فوق فوق فوق، اللي ماسك خيوط اللعبه كلها في ايديه، المخ الكبير بتاعهم. طب واحنا هنقابله ليه يعني؟ بصراحه انا اللي طلبت ان احنا نقابله. وليه يا حربي ليه؟ احنا مالنا ومال الناس الكبار دول؟ ما تخلينا على قدنا يا ابن الناس. المثل بيقول ايه؟ الكبير كبير ومن جور الكبير يكبر بركه. ودي بقى نصايح الاخ صلاح صح؟ انا عايز افهم انت حاطط نقرك من نقر ابو صلاح ليه؟ انا قلت لك من الاول يا حربي، انا صلاح ده مش نازل لي من زور، مش نازل لي من زور يا اخي. الشاي المية مية لعم معلمين الحاره دي كلها. تشكرك يما. اللي انت كنت فينك ماندا؟ ما عادش شافك من الصبح. وانت مالك يا ايه اللي يحشرك يعني؟ غرس في شغلك. تصدق انت معاك حق، وانا عايل برد قوي. صباحك ورد عمنا. قول لي يا عم، احنا لما نقابل الباشا الكبير ده يعني نقول له ايه يعني؟ مش عارف، بس انا حاسس ان هي دي الخطوه اللي هتنطرنا لفوق، او يمكن تجيب دغنا لسبع ارض. يا عم بطل التشاؤم اللي انت فيه ده، احنا احسن حاجه نطلع انا وانت الصبح على ابو صلاح يمكن لنا في المقابله دي ويقولنا نعمل فيها ايه. يلا روحوا انتوا بقى المستودع، حاسبوا الرجاله ولموا الايراد على مركب. انت رايح فين؟ اروح اشوف دنيا عايزه ايه يا رخ، وبعد كده ارجع لكم واخد الايراد واديلي معلمه ان شاء الله. وهتبيت هناك النهارده يا عالم؟